كثير يتهم احمد البتشار لعدم التزامه بالصداقه، مثلا اليوم وين زين المحمداوي، باكر وين محمد صحاف، عقب باكر وين بيت رشق. يعني شلون ما التزم وياهم من تفاعل؟ لا كلهم اصدقائي وكلهم اتواصل وياهم. شوف اليوم فتره نشوف محمد صديق زين المحمداوي، عفوا احمد صديق زين المحمداوي كلش، باكر نشوفه صديق مسلم محمد الصحاف كلش. مسلم انا ما تابع التيم ولا تابع لاحد، انا بوحدي. شلون يعني اليوم اجي يم محمد اجي يم بيت رشق، هم اصدقائي يعني هم اصدقائي، ليش ما اروح ياهم؟ شنو سؤال واضح. فتره من الفترات احمد البتشاري هم ثلاثتهم حد هسه وياي، انا ثلاثتهم اروح يمهم عادي. اها اي عادي يعني انا اروح، انا اقول لك اروح يمهم ثلاثتهم، بس انه على باب مشاهدات مستحيل هذا الشيء. اليوم تعد من الـ من الـ من الاوائل اللي بالعراق السوريات العاليه. اي نعم. اها كمشاهده وكسوري، كمشاهده وكتفاعل وككل شيء. اها البوست انا اشرب بالانستغرام يوصل للمليون، ستوري نص مليون، باليوتيوب مقاطع كلهم فوق الملايين. اها بالتيك توك وين ما تقلب مقاطع موجوده، الهاشتاج مالتي فوق ال 200 مليون. ليش ما نعد؟ صح ولا مو صح؟ طبعا اكيد. انت لو ما تنعد اكيد ما تقعد برلمان المشاهير. هذه الحلقه المره الثانيه يعني الموسم الاول بعد قلب مسلم. ليش تتنرفز بسرعه؟ انا يا حتى لو واحد يشاقيك انت لاحظت هذا الشيء؟ تعياد من سجاد سلمان طبعا. هو مشاكس يعني دائما ينرفزني. انا ادري مؤتمر سلام ينرفز كذا. لا هذا لوتي اه قرد قرد تمام. تعياد من سجاد سلمان.